السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال لهم فيها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سلام قولا وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أهل أرجلهم بما كانوا يكسبون. اصلوها اليوم بما وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم.